من مليون عبارة بحرية في عام واحد. أكثر من 1500 غريق وفقيد في عام 2016. أبريل هذا العام وصل حوالي 2700 لاجئ إلى الأراضي اليونانية. في الشهر نفسه للعام ذاته أكثر من 800,300 لاجئ وصلوا إلى إيطاليا. سكاراماغاسا هو واحد من 35 مخيماً للاجئين في اليونان. أكثر من 3000 لاجئ اتخذوا من القاعدة البحرية اليونانية القديمة مأواً لهم. من المتوقع وصول أعداد اللاجئين في الأشهر المقبلة إلى 7000 لاجئ بسبب عمليات الترحيل إلى المخيمات المؤقتة مثل مخيم بيرايوس. البحرية اليونانية توفر الماء والغذاء للاجئين 3 مرات يومياً. لأنهم سيمكثون هنا لفترة طويلة سيصبحون بحاجة إلى المشاركة في بعض الأنشطة مثل تدريس الأطفال والاجتماعات النسائية لمناقشة احتياجاتهن المختلفة. وضعنا خطة لإنجاز هذه الأمور من الآن فصاعداً. الصليب الأحمر اليوناني يوزع المواد الغذائية الجافة. المخيم فتح أبوابه أمام اللاجئين في بداية شهر أبريل نيسان من هذا العام. اللاجئون أغلبهم من السوريين وبعضهم من الأفغان والعراقيين. بتمنى ما أطول هون أبداً، بس عم بقولوا لشهرين، منقول منصبر، بس بتمنى أنه قبل. بهيجة امرأة سورية تأتي من مدينة حلب. تسعى بهيجة للذهاب إلى ألمانيا للالتحاق بابنها الأكبر البالغ من العمر 21 عاماً. الظروف المعيشية في هذا المخيم تعتبر الأفضل بين المخيمات الأخرى، فهناك مكيفات للهواء ودورات مياه. بالرغم من ذلك تسرب اليأس إلى قلب بهيجة. المستقبل هذا اللي هلأ احنا فيه أسوأ المستقبل. هاد سوريا خربت ولحنا بيتنا نزل على الأرض، يعني ما ضل عندنا مستقبل خالص. أسوأ المستقبل، وين هالمستقبل هذا؟ بعد إغلاق طريق البلقان تقطعت السبل على أكثر من 54,000 لاجئ علقوا في اليونان. تثابر أثينا جاهدة لتسجيل جميع اللاجئين وللتعامل الجدي مع جميع طلبات اللجوء. أزمة اللاجئين المشتدة هنا في اليونان وإدارة الأزمة أمر ليس بهين. إنه تحدي لأوروبا، كيف يمكن ترتيب الأولويات؟ هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها أوروبا وضعا مماثلا، لذلك خصصت المفوضية الأوروبية ما يقرب من 700 مليون يورو خلال 3 سنوات للمساعدة الإنسانية. لقد أرسلت بالفعل أول دفعة وهي حوالي 83 مليون يورو. هدفنا هو مساعدة هؤلاء الناس ليعيشوا حياة كريمة طيلة إقامتهم في اليونان. حوالي 15,000 لاجئ عالقون الآن في اليونان منذ إغلاق طريق البلقان. ذهبنا لنرى حياة هؤلاء اللاجئين الموجودين حاليا في أحد المخيمات المؤقتة بالقرب من العاصمة إلينيكو. إلينيكو استضافت دوري الألعاب الأولمبية لكرة السلة لعام 2004، الأمر الذي يبرر وجود العديد من ملاعب كرة السلة والهوكي. المدينة تمتلك مطاراً مهجوراً أيضاً. ساعدت هذه المساحات على استضافة اللاجئين عن طريق تحويلها إلى مخيمات. المجلس الدنماركي للاجئين أجاز استثنائياً باستخدام المطار القديم كمكان لاستضافة حوالي 1200 لاجئ. المدير التنفيذي للمجلس يحدثنا واصفاً المكان. يعتبر هذا المكان مخيما رسميا لاستقبال اللاجئين. لقد رأينا تراجعا كبيرا في عدد اللاجئين في التدفق على هذا المخيم بسبب سوء ظروف المعيشة. المكان غير مناسب إطلاقا للإقامة في فصل الصيف. وزارة الهجرة تحاول الآن بناء بعض المواقع الأخرى. الجهود تبذل ولكن عملية التنفيذ تسير ببطء. العائلات تتجمع هنا للانتظار أملا في العبور إلى وجهات جديدة في أوروبا. داخل هذا المكان هناك حوالي 6 دورات مياه للنساء وللرجال. مجلس اللاجئين الدنماركي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية يوفران للاجئين المواد الغذائية والملابس التي يتبرع بها السكان المحليون. لقد قمنا باستخدام خرائط منهجية لشرح الموقف بأكمله لأسر اللاجئين ولتوعيتهم بنوع المشاكل المحيطة بهم. تساعد مثل هذه النشاطات القانونية على توسيع الآفاق أمام اللاجئين. البعض فهم وصبر والبعض الآخر لم يتحمل، مثل هذا الشاب الأفغاني. بعد 3 أشهر من وصوله إلى اليونان وبعد دفعه مبلغ 14,000 دولار للمهربين بهدف الوصول إلى أوروبا، قرر اليوم العودة إلى كابول. لقد رأينا حقيقة الحياة في أوروبا. لقد حسم الأمر بالنسبة إلي. لم يطبق أي حق واحد من حقوق الإنسان. لقد عشنا هنا بالفعل 3 أشهر ولم يتغير شيء. لاجئون اليوم بحاجة لمعرفة الحقيقة، إذا كان هناك إمكانية حقيقية في الوصول إلى أوروبا أم لا.